هل من الصحيح أننا ندفع خوفنا ثمنا لأخطائنا التي جررنا لها في لحظة غفلة؟ كل ما أعرفه أن أكبر خطأ قد يرتكبه المرء في حق نفسه هو الاستسلام، أن يسمح للآخرين أن يتصرفوا بملكياته وأن ينصرهم على حقوقه بالخوف، التهديد أو ما يسمى بالابتزاز. يتخطاه أبناؤنا إذا ما كان لديهم الوعي الكافي بقيمتهم وأنه ليس لأحد الأحقية في تهديدهم بأخطائهم، وأن الله هو الغفور الرحيم، وأن نسيان الخطأ يساعد في تداركه. فماذا إذا كان المبتز يذكرك به في كل لحظة وأنت ضحية للخوف؟ وإن حدث الابتزاز نتيجة خطأ ما، فعليه اللجوء للأهل أولا أو للجهات المختصة لحل حالات الابتزاز بسرية تامة، ولكن لا تعيش في خوف وتهديد. وأما عن أبنائنا فعلينا أن نمنحهم الثقة المتبادلة وأن نكون المأمن لهم، فلا نبالغ بالقسوة حتى نكون ملجأهم الحقيقي. أن نعرفهم مفهوم الابتزاز وما يجر إليه من قول وفعل، وأن نجعلهم أكثر وعيا وأكثر إدراكا، أن نقوم شخصياتهم حتى لا يخضعوا للتهديد.